نظمت كنيسة الآباء الأجداد للروم الأرثوذكس في بلدة بيت ساحور بكهنتها ولجنة وكلائها وشبيبتها وسيداتها المسيرة الدينية السنوية الاحتفالية بعيد رقاد وانتقال العذراء مريم الدائمة البتولية التي أقيمت هذا العام في شوارع مدينة الرعاة تحت عنوان البقاء في الوطن الغالي وإيقاف الحرب المدمرة. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. يا طاهرة نقية أحياه لا عروس لها. بمناسبة عيد رقاد العذراء مريم والدة الإله الدائمة البتولية وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء، أكد الإيقونوموس عيسى مصلح الناطق الرسمي لبطركية الروم الأرثوذكس على الاستمرارية في الصلاة والتثبت بالأرض المقدسة برغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، والصلاة من أجل وقف الحرب السائدة في غزة وجنوب لبنان وإحلال السلام في الوطن. جاء ذلك خلال المسيرة السنوية التقليدية التي حملت شعار البقاء في الوطن الغالي، التي أقيمت بتنظيم من الكهنة ولجنة وكلاء الكنيسة والمؤسسات الأرثوذكسية التابعة لكنيسة الآباء الأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور. يا بهجة كل الرهبان والأنفس الطهرية أحياه سنعروس لها. وبعد الصلاة التي أقيمت بحضور حشد كبير من الكهنة والجوقة وعدد كبير من المؤمنين في كنيسة الآباء الأجداد وبوقع أصوات الأجراس، ابتدأت المسيرة التي تقدمتها الأيقونات وعدد من الكهنة والنعش الذي حمل على الأكتاف من قبل أفراد وقيادة المجموعة الكشفية للنادي الأرثوذكسي العربي وبحضور رئيس البلدية الدكتور إلياس سعيد والمؤسسات والسيدات وأعضاء وأطفال مدرسة الأحد والجوقة وعدد كبير من المؤمنين. هذه المسيرة وهذا الحشد الكبير من أبناء شعبنا الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه جاء لكي يشارك مدينة بيت ساحور هذه المسيرة التقليدية بمناسبة رقاد وانتقال العذراء مريم والدة الإله إلى السماء. وكما شاهدتم بأن رعاة الكنائس جميعها على قلب رجل واحد مع جماعة المؤمنين لكي نقول بأننا سوف نبقى على هذا التراب المقدس مهما ألمت بنا من ظروف صعبة وحروب وقتل الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ، إلا أننا شعب مثابر، شعب نؤمن بربنا وخلصنا يسوع المسيح، نؤمن بعدل السماء وإنصاف السماء وعدل السماء وحق السماء، ونحن ننتظر الرحمة من السماء. فنحن نشكركم من أعمق أعماق قلوبنا على نقل هذه الرسالة من بيت ساحور. زهرات عدم الفساد وخضر البتولية. جابت المسيرة شوارع المدينة مروراً بكنيسة الروم الكاثوليك حيث استقبل ورحب الأب سهيل فخوري راعي الكنيسة وأبناء الرعية بأيقونة العذراء مريم التي وضعت بالكنيسة وبالكهنة وبالحضور. وأيضاً واصلت المسيرة لتصل كنيسة سيدة فاطمة حيث وضعت أيقونة العذراء في وسط الكنيسة ورحب الأب عيسى حجازين بالكهنة وأبناء المدينة. وانتهت المسيرة في كنيسة بئر السيدة العذراء وبحضور المئات من المؤمنين حيث أقيمت الصلاة وقراءة من الإنجيل المقدس وإعطاء البركة الختامية على وقع تراتيل لأمنا مريم العذراء. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة بير السيدة بيت ساحور.